رشا نجم سيدة المركز الاستثنائية، ملامح مصرية أصيلة وشخصية تتسم بالود والحزم في نفس الوقت. لها روح فرعونية فريدة، فضلاً عن إطلالتها القوية فهي تدير أهم ملفات للبنك المركزي المصري، أهم مؤسسة مالية في المنطقة، وهو ملف التكنولوجيا المالية والرقمنة والشمول المالي. هي من تخطط للمستقبل، هي رشا نجمة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري وذراعها اليمنى التكنولوجية. رشا نجمة وجه مشرف للمرأة المصرية، والتي ازدهرت عالمياً ورائدة في أدق تخصصات التكنولوجيا العالمية. استطاعت القفز بالملف المعقد في البنك المركزي إلى رحاب الواقع، وصارت التكنولوجيا المالية أهم ما يميز أداء المركز المصري وسط البنوك المركزية في إفريقيا والعالم. الدكتورة رشا نجمة بجانب كونها الكادر المتميز في تكنولوجيا المعلومات، فهي محاضر في عدد من الجامعات ضمن فريق متخصص ومتبحر في التكنولوجيا المالية في غاية التقدم، ولفتت الانتباه بكلماتها الشاملة في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية في شرم الشيخ، وألقت الضوء على نجاحات مصر في هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة، واضعة الطريق أمام باقي البنوك الأفريقية للتقدم وتبني لغة المستقبل التي ستحل محل كل الأنظمة في البنوك الحالية. حضرت رشا نجمة وحاضرت في العشرات من المؤتمرات والمناقشات باعتبارها خبيرة التكنولوجيا المالية في مصر والقارة الإفريقية، ومثلت المركزي في العديد من الفعاليات التي طرحت مستقبل البنوك والتكنولوجيا في المستقبل. بانكير، نبض البنوك.